سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. يا أحبائي، على بالكم باللي الإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع هذا وش فيه؟ أفراد يا أخي، وهذا الأفراد هادو باش يعيشوا في سلم وأمان. بينجو، شوف شوف الشاطرين هادو، واش هو الشيء المهم اللي لازم يكون في المجتمع تاعنا؟ واش هو لازم يكون بيناتنا باش نعيشوا في سلم وأمان؟ شوف الشاطر هذاك، بينجو هذاك، هذا تفاهم. تفاهم. شكرا شكرا. حبيت حاجة أخرى، حاجة مهمة، واش هو اللي يكون بيناتنا؟ يعني بينجو، شوف الشاطرة هذه، شوف هذه هذه هذه، هذا واسمك بنتي؟ واسمك؟ إكرام. إكرام، واش هو الشرط هذا؟ مساعدة. جميل. كاين حاجة اللي تكون حتى مع الناس اللي ما تعرفهمش، ناس ما تعرفهمش. شوف الشاطرة هذه، هذه باينة شاطرة هذه، شوف. هذه، واسمك بنتي؟ واسمك؟ لميس. واش هو؟ لا لا، هذه لازم تكون مع ناس ما تعرفهمش، باسكو المحبة لازم تعرفوا باش تحبوا. شوف الشاطر اللي موراها، واسمك؟ واسمك؟ سعيد. واش هو الشرط هذا؟ تعاون. التعاون. لا 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 لا، اوكي. شوف الشاطر هذا، شوف واسمك بنتي؟ اللي مورا. معليش معليش، خلي ايمن يهضر من بعد هي. معليش، واسمك وليدي؟ ايمن. ايمن، شحال في عمرك ايمن؟ 13 سنة. الله يبارك. واش هو؟ الخير. لا 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 لا، كاين حاجة لازمها تكون في المجتمع، واش نديروا لبعضنا بعض ما نعرفوش بعضنا بعض. شوف الشاطر هذا، عبد الله. واش هو؟ الاحترام. تعال تعال تعال، الاحترام هو شرط أساسي في المجتمع، لأن الاحترام تحترم ناس ما تعرفهمش. مثلا واحد تفتح له، تفتح الباب باش تدخل، هو يكون موراك تشد له الباب. تعرف إنسان كبير طلع معه القضية للدار بلا ما تعرفه،
واحد حاب يقطع الطريق معاك ولا عنده احتياجات خاصة تقطعوا الطريق. الاحترام مهم جدا، انك ما ترفعش صوتك في الحي، انك لما تدخل دكان ولا اي مكان تسلم على الناس هذوك. في هذا المجال عمو يزيد دار لكم اغنية يقول فيها: يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، قل لي معنى الاحترام. إذا أيمن عبد الله، أيمن ما جاوبش مليح، معليش مرة جاية أيمن عبد الله. الاحترام، أعطيني الهدية تاعو. لا أوكي، أعطيني الهدية، أعطيني الهدية تاعو. تفضل وليدي تفضل. إذا مهبول شيبس راعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية هذه إن شاء الله، إن شاء الله تستفاد بها وليدي. إذا تفضل تفضل بالتوفيق، ترى مليح الله يبارك. إذا تفضل، واش رايكم نغني لكم أغنية الاحترام نقول فيها: يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. والأب يجاوب وليده يقول له: لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. إذن يا أحبائي، لما ندخلوا لأي مكان لازم إلقاء السلام، مش ما تطيحش، هلا إلقاء السلام، ما نتعجلوش باش نطلبوا الشيء بالتأني، وكذلك ما نسبقوش الناس، نديروا لاشان وننتظروا الدور تاعنا. يا أخي إذن يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. ابني فامانا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فامعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا
شكرا 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 شكرا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منه مردا. يا أحبائي الأطفال، المجتمع ما يقدرش يعيش بدون احترام. لازم الاحترام، إلقاء السلام، عدم رفع الصوت في الحي، احترام الغير. يا أخي كي تدخل الدكان ولا أي مكان تحترم المكان نتاعك، ما تسبقش الناس، لأنه الإنسان لازم يعامل الناس كما يحبهم هما يعاملوه. إلي يحب الناس تحترمه لازم هو يحترم الناس. هذا وعد يا أخي، هذا وعد. برافو برافو برافو، شاطرين. واش نوليدي واش لاباس؟ ما تقدرش تقعد هنا، لازم تقعد هنا. شكون هذا؟ إذن يا أحبائي مهم جدا أن المجتمع يعيش في سلام.
ما نقدروش اليوم نجو باش نحتفلوا باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وما نغنوش الأغنية تاع أنا نروح عند هدى. هدى تقولنا الأغنية هذه اللي حنغنوها واسمها، تعرفي الأغنية؟ أنا المعق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاية العظيمة. برافو 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 برافو، تصفيق على هدى، تصفيق على هدى، تصفيق على هدى. هدى صديقة حصة مع عمو يزيد، كيما انتوما كاع تحبوا حصة مع عمو يزيد. عمو يزيد تاني يحبكم كامل، شفتوا الشتا ورانا هنا اليوم انتوما وعمو يزيد باش نحتفلوا حاجة ما تحبسنا يا أخي، باش نتلاقاو في برامج هادفة عندنا إرادة كبيرة. تغنوا كامل معايا، أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. يلا كامل معايا، أنا المعاق. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي حتى هالصعاب، أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا مثلك الشباب وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاية عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموح
عظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحنا حدود لغايات عظيمة. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال، شكون اللي يحب العطلة؟ شكون اللي يحب العطلة؟ اوكي هبطوا يديكم. شكون اللي يحب المدرسة؟ شكون؟ خلاص نغني لكم أغنية بذلنا جهدا ودرسنا لم نجد أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا. ها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة. إذن يلا تغنوا كمان معايا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا وها نحن اليوم. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت أسافر أرسم أقرأ كتب أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت أسافر أرسم أقرأ كتب أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا برافو 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 برافو. إذن أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لا أمضيه لهوا لعبة. إذن يا أحبائي في العطلة مليح اللعب والتنفس ولكن جميل أننا نطلع الكتب ونراجع شوية الدروس. يا أخي نعم نعم إذن نعم. وأنا راح نشكر ديوان رياض الفتح اللي استقبلنا هنا
مؤسسة شروق الإعلامية، شركة رامي، شركة شيبس مهبول، وانتم كذلك نشكركم كامل. مرحبا بكم، لا تحزنوا، حان الوداع. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد. نحبوا عمو يزيد بزاف ونشكره باش يقدم على جال اللي قدم لنا الاغنيه على المعاقين. عمو يزيد هو الهيئ في الجزائر، على خاطر هو اللي يفرح كاع الدراري، ونشكره بزاف بزاف. نشكر عمو يزيد على هذه الحصه لانه شجع الاطفال على الدراسه والعلم. المهم نشكروا عمو يزيد على الحصص اللي راه يديرها، وان شاء الله ربي يجازيه والاطفال تاع الجزائر كامل راهم يشاهدوا فيه، وان شاء الله يزورنا في وهران. حنا انا جايين من مستغانم، ان شاء الله يزورنا في وهران باسكو البرنامج تاعو ما راهش كاين، ومرحبا به في وهران وبارك الله فيه نيابه عن كل اطفال الجزائر. وشكرا لكم. السلام عليكم، حنا جينا من مدينه بودوا باش نتفرجوا مو يزيد، هذه اول خطره باش جينا عنده، ونشكروا بزاف اللي دار لنا حصه ترفيه لهذه تاع الاطفال، ويعطيه الصحه بزاف بزاف، ونشكروا بزاف بزاف. بنتي واسمك؟ ريتاج. ريتاج، عجبتك الحفلة تاع عمو يزيد اليوم؟ نعم. واش تقولي عمو يزيد؟ شكرا. شكرا. واسمك ماما؟ رميسة. رميسة، واش تقولي عمو يزيد؟ شكرا. شكرا. واسمك بنتي؟ كيندا. كيندا، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، عجبتك الحفلة تاع اليوم؟ عجبتني. بزاف ولا شوية؟ بزاف. واش راكي حابة تقولي عمو يزيد؟ صح عمو يزيد على هذا الحفل، وإن شاء الله تزيد لنا احتفالات أخرى. إن شاء الله يا ربي، شكرا كيندا. Je remercie Amou Yazid à la head de l'émission éducative et Qanat Chorouk. J'espère que les enfants vont passer une belle journée. Personnellement, ça va être inoubliable et ça va être gravé dans la mémoire de Ryan. Ryan, dis-le à Amou Yazid, on t'aime. Amou Yazid, on t'aime. Inch'Allah, une bonne continuation pour cette émission. Enfin, qu'on laisse les enfants voir, on est tranquille.